أيوب أجي قلت تقديم أجي بغيت نقول السلام عليكم الشباب. احنا دابا في الايفنت انا واخويا ايوب جينا دابا النهار الثاني وان شاء الله غادي يدوز الايفنت مزيان ان شاء الله. المهم اليوم النهار الثاني دراري راه جايين هادو ما عندوش في اي بي صراحه جيت راه ما عندوش في اي بي عندي في اي برنا عليه ديالي انا عاد الورقه ديال الفرقه ما جاش حتى تبغى يمشي ليا خصك لي ضروري خصك في اي بي فين هي السيره هو دراري والله ما سميتو هشام اسميتو ما عطيني فاروق صح تحيه لبو هشام بعدا هشام بعدا عارف قال عطاني انا دبرت عليك انا دبرت عليك انا دبرت عليك اضرب اخلا ضرب اي الحنين. المهم شباب احنا نشوفوا الاجواء اللي غادي تكون اليوم اغلبيه غيكون النيتوركين ما كاينش شي موضوع مهم بزاف حيت اغلبيه غيهضروا على كيفاش دير شركه هنا في دبي وهاد الامور صراحه ما مهتمش انا بزاف هاد الشيء دابا دونك غنحاولوا غير نيتوركيو ونتسناو ان شاء الله بالنسبه ليا حيت داير مع واحد انترنت اكس بان لي بانهم مهتمين بداك ديال الناس ديال الريسر نشوف على الله تكون معاهم شي حاجه بعدا ما تجيش هاد الشيء غير هكذا مونوفيرس عرفتي كيف عيط الضمانات ديال شي حاجه فيرس بوان كوم شتي اللي بان لي حاطين واحد الوراق كيشرحوا لك انت الو Hi. This is the founder of Monoverse. Yeah, hi. It's a pleasure to meet you. Hi, it's hello. Thank you so much. Can you tell us more about your project, the Monoverse? Yeah, sure. So what we're doing, it's something special. So we have like we're mixing a domain parking service, okay? We have a brand and domains, so meaning that the people that they're getting Monoverse domain, they're also getting a bundle of branding items. So what industry someone's in, what goals they have, what they're doing with these with their worker sites, what... How are you? How's your... Oh. How are you? Good. Is your day going quite well here? Yeah, yeah. The conference so far? Yeah. How is everything? Yeah, it's good. It's quite interesting, a lot of different characters. Yeah. Different from different parts of the market. Emily. Hello, nice to meet you. My name is Yunus. So you're targeting mostly registrars? It's famous YouTube and podcast, as you can see. You rate domain names? Yeah, a little, yeah. I have a tool with AI. Okay. Yeah, I use AI for reason. But the years, yeah, I have a lot of that. So I think... دابا سالا ليفينمون داروا الحفل الختامي دابا الناس اللي عندهم الفي اي بي جابوا لهم هذا الكيران باش يلقاو فين البلاصه اللي فيها اليوم وماذا انا ما اظن هذا هو الكار Hello. Hey. How are you? Thank you. How is everything? Okay. Thank you. How you doing there? Yeah, good. How are you? I'm good. Where are we going, Jim? To the bar. Do you know where we're going? Yeah. Okay. Yeah. I mean, the last couple of years, it's been going up. شو رحنا غادي؟ تما داونا حنا غادي معاهم. حد فلوكا هي. زادوني في الاخر ديال النهار. حيت هما كيشربوا حنا اش غنديروا ما كاينش حتى اثر ايوا بلا عرفت واش كتشرب ابل اصحابي شي حاجه اخرى بصراحه ثانكيو الى كان شي واحد غيجلس مولوكو اوكي اوكي مولوكو بلاصه انا اصلا
get Kobe beef here a lot, and I try it. Now we're going to be able to touch the top of the That's interesting. Oh yeah, was that not there before? Iceland, I want it to be about creators. So that's when you were talking, it's like, I need to talk to you about it. So it's going to be like September, so I got all the time in the world. I'll reach out about that. Iceland. Some great names. Really? Yeah. UE.com. And UE and .com and .ai and .io. Yeah. Are you a bro? I appreciate his name. Yeah. Alright. I المهم الشباب حنا يلا دابا رجعنا من هذه الرحله ديال اليخت ولا هذا الطواله اللي ضربوا بينا. المهم واحد اربع سوايع صراحه كان الجو مزيان. نتوركينا مع ناس تلاقيت مع بزاف ديال الاسماء اللي معروفه في الدومينين. حاولت انني المهم نشرح لهم الفيزيون اللي عندي على ما يخص دي ان ريتر والدي ان بول. بزاف ديال الناس كانوا انتريستد يعني عجبتهم كيفاش انا كنشوف الماشين ليرنين فيما يخص الدومينين. دونك جاتهم كفكره جديده. المهم كاين اللي اشترك غنخليهم يتيستيو حيت هما راه مازالين شاكين واش فريمو داكشي قدر يتصاوب. مازالين كيلوحوا ليا اسئله بحال هكذا. ما الحمد لله قدرت نبروفي ليهم كلشي بان انني في السبيش ديالي وريتهم كاع كلشي كيفاش كيتقاد. ايوا المهم هادشي اللي كاين. الله اعلم سالينا الرحله ديالنا ولا بغيتي تديني لشي بلاصه اللي بالك باش هذاك الوقت نمشيو حتى الله ما يتشاف دبي راه ما كاينش صراحه كاين بزاف ما يتشاف ولكن دماغي عامر يلاه كان كيقول لي مسكين باش يلا نساريك نشوفوا شي بلايص اخرين غدا ومن بعدهم. قلت له صراحه دماغي عامر خصني دابا كيفاش نعاود نهبط لاسطنبول
نشوفوا ديك الروينه وديك الحيره اللي كاينه تمايا. نتمنوا خير ان شاء الله، نتمنوا تقاد الامور. يعني راكم عارفين، نتمنى ان شاء الله تسالوا هذا المشكل اللي عندنا في المقهى. الحمد لله راه كما قلت لكم بعدا قادينا المشاكل ديال سميتو ديال الاطفائيه. دونك نمشي ناخذ ديك الرخصه ان شاء الله، نحطوها غتسهل عليا انني نبدا ان شاء الله واحد البيزنس موديل راه عوان نديروه تمايا، ونخلي الامور شغاله ونعاودوا نكملوا بداك الشيء اللي كنا كنديفلوبيو. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على الوقت ديالكم اللي عطيتوه باش تفرجوا فينا. المهم هذا الشيء اللي كاين، شكرا على المشاهده ديالكم، نشوفكم ان شاء الله في فلوق اخر. تهلاو ليا فراسكم، بالسلامه.